اسمك العزيزة؟ أسيا. معك أسيا من فاس. من فاس، مرحبا. بحب مرحبا بك نسولك، الله يحن عليك. أنا ربحت في القرعة الأمريكية أمريكا، أنا خايل قلت بريد ودوزت رعاة. كمل. ودوزت الانترفيو وعطاوني إجراء إداري، ما عرفش علاش عطاوني ديك دي اس 55 35. وشنو ما قالوا، ما كيكتبوش دابا السبب علاش؟ فاش لا قالوا لك يعني ما اجراء كنس اداري صنعوا عليك، قالوا لك سيفطوا لك واحد الورق، واحد السيمانه غتعمرها لي 55 35 100. يا وتشكي. اوكي انا نسولك اسئله، انا نقدر نعرف شو السبب ديالك. انا نقول لك شحال انا عمرك؟ عندك كيفاش؟ عندي 30. 30 مجوجه؟ نو لا ما عندك ولاد؟ ما عمرك تزوجتي؟ طلقتي؟ ما والو. لا لا لا، عرفتي شنو يمكن السبب؟ كانت عندي واحد الكونترا ترافاي لفرنسا وما مشيش، حيت خرجت في ايامات كورونا. وما مشيتيش؟ لا ما مشيش في 2020. ما شوف شوف هادي هذا شوف ما عندي والو. هذا ماشي دابا، نسيتي يجيب لك الله ان هذا هو العذر اللي خلاهم ما يعطيوكش الفيزا ياك. يقتل؟ لا ما قالوليش مرفوضة، قالوا لي غنتسناي تنعيش. لا اسمعي اسمعي اسيا، ما رفضولكش اجراء اداري، ما كيعنيش انه رفض. اجراء اداري باش نشرحوا للناس اللي دافعين القرعه والسبت مزيان، اجراء اداري كيعني انهم غيتحققوا من واحد الوثيقه او غيتحققوا من الشخص نفسه. اجراء اداري ما كيعنيش الرفض، كيعني انه يقدروا يصنعوا عليك مثلا من بعد واحد الشهر ولا 3 سيمانات ولا 4 سيمانات ولا شهرين، يقولك اجي خذ الباسبور ديالك، راه الفيزا كاينه. او غيقدروا يصنعوا عليك يقولك بغينا واحد الوثيقه او بغينا ندوزوا معك مقابله اخرى باش يتاكدوا من واحد المعلومه. بزاف الاسباب اللي كيطرحوا منها اجراء اداري، كانوا مؤخرا يعني ما عرفتش واش باقي هذا القانون، كانوا تقريبا شي 12 مدينه في المغرب اللي كيعطيهم اجراء اداري. كانت فاس، كانت تازه، كانت قرسيف، كانت وجده، كانت جهه كتامه ودوك المدن اللي تما، كان سميتو، كانوا شي مدن من جهه كندا، جهه اكادير. تقريبا هاد المدن كاملين اي واحد ساكن تما واخا ما عندك حتى شي حاجه وكل شيء عندك نقي، كيعطوك اجراء اداري. من موراها بحال يسهلوا شويه الدعوه ولا الاجراء الاداري الناس اللي كيمشيو لتركيا. عمرك مشيتي لتركيا؟ لا 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 لا. عندك شي خالك ولا خوال عمام كل شي واحد من العائله مشى للحبس؟ لا عندي خويا، ولكن هذاك خويا كان صغير ومات الله يرحمه. عند البكالوريا اللي خديتيها الترجمه، الوثائق الاخرين اللي ترجمتي ترجميهم مزيان، ترجمو زعما ترجموهم مزيان يعني راجعتي حرف بحرف؟ حرف بحرف مزيان في الاسئله. في الاسئله يسولك القنصل هضرتي معاه بالعربيه ولا بالانجلي؟ بالانجليش. حيت كانت تخاديكسيون، ولكن بحال دابا تولي فوقاش كديت الباك وكنت 2011 فين غادا نيويورك شنو غديري، فهمتي؟ الا جاني صعيب كنقول بالعربيه، جاني سهل كنجاوب بالانجلي. اوكي شنو الاسئله اللي سولوك؟ فوقاش خديت الباك؟ شنو كان دير؟ حيت انا من 2015 كنت كندير غير سوايع، غير الدعم، كنكري محل، كيجيو عندي الناس بزاف، يعني ما كنخدم مع حتى واحد، كنخدم بوحدي. هي كانت صعبه فهمتي، كان سالير زوين دونك ما كنخدم لا شركه لا والو. لا مزيان. قالوا لي شنو كتقري؟ الى مستويات. وقالوا لي عاوتاني فين غتمشي؟ شنو غديري تما؟ سولوك على شنو كتقري؟ من؟ فيزيك. شنو كتقري؟ شنو قلتي لهم؟ شنو الاجابه ديالك؟ فيزيك، داكشي اللي كنقري، الفيزيك والمات. اوكي، فاش عمرتي الدي اش؟ شكون اللي عمرها لك؟ بوحدي، ولكن عاوني واحد الاستاذ بالونجلي. وفاش عمر لك سالك الدي اس كتب سميتو في الاخر ديال الدي اس؟ حيت في الاخر ديال سميتو اللي عمر لك؟ حيت تبعت واحد الفيديو ديالك كنتي دايرو، عقلتي دايرو واحد الفيديو في يوتيوب في كنت حطيتو وتبعت معاك ودرت بوحدي انا اللي عمرت الدي اس. اوكي وبالنسبه للوثائق اللي جبتي لهم، جبتي لهم كاملين؟ ما قالوكش نسيتي شي ورقه؟ نو نو، انا دابا المشكله هي الناس اللي عرفتهم دايرين اجراء اداري حتى واحد ما عطاو هاد الدي اس 55 35. لا دي اس 55 35 هذيك واحد الوثيقه، واحد الفورم اللي كيكونوا فيها سميتك ومعلوماتك، وتيكونوا شي اسئله اللي هما ما كاينينش في الدي اس. مثلا يعني على خوتي تركيا تيقولك شنو درتي، قلنا مثلا عطاوك اسئله على خوتك، قالوك مثلا خوتك اللي مشاو لتركيا فين جلسوا في الفندق، شحال جلسوا، فين مشاو، عطينا الرقم. لا
عطيتك غير مثال. واخا عطوني هيك عطيتك غير مثال يعني هذيك الفورم تيكون فيه الاسئله. شنو الاسئله اللي جاوبتي لهم في ذيك الفورم؟ درت سميتي بنيتي واللوتري امريكان لوتري نوع الفيزا. قالوا لي خوت كاملين ميتين الحين تكتب لي سميتهم وفوقاش زادوا صافي كتبت لهم داكشي كامل. عاودوا سولوني على واش عندي خوتك متاكده ما كيتمشاوش مع شي وحدين باسلين مشاو للحبس وحدين في شي خاليه الله يسر ارهابيه ولا شي حاجه ما عندوش؟ حيت عندي خويا واحد على برا الدراري على برا والبنات حدا مديره وحدا بروفيسوره وحدا فهمتي خدام يعني ما ترونكي. كيفاش ما نقدرش نقول لك؟ واش ما نقدرش نقول لك حيت كاينين شي معلومه شخصيه ولا لا لا ما عرفاش؟ ما نقدرش نقول لك حيت ما عرفاش حيت خوتي كبار انا صغيره في الدار ما كنتبارطاجيش معاهم مع ما كتمشي ولا نقدر نعرف الله اعلم ما دون نو. اوكي يعني انت شخصيا ما كتقوليش مثلا ما كنبارطاجيش شي معلومه ولا شي الفيسبوك ديالك وداك الشيء كامل ما كتبارطاجيش شي حاجه ديال الاجرام ولا لا شي حاجه غير لا 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 ما تبعش مثلا باجات فيهم شويه ما العنف ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا لا انا كان عندي نوامر بزاف بصح وحيت كنت كنهضر مع الناس بزاف على حسب الخدمه ديالي وصافي. اوكي ماشي مشكل. فوقاش دوزتي المقابله فوقاش عطاوك الاجراء الاداري؟ نهار 13 وصلنا عليا الكونسول وقال لي انسيفتو في الجمال واحد داك الفورميل حاولي تصوبيها دغيا وصيفطت لهم نهار 16 وصيفطوا لي ايميل قالوا لي ثانكيو ملي نساليو الاجراء ديالنا نتصلوا بك. المهم كنت اوكي. وبالنسبه للورقه ديال 55 35 صيفطوا لك تم باش عمريها ولا من بعد؟ لا لا ديك الساعه زعما غير خلصت. اوكي شوف شنو غنقول لك الفيزا ديالك ان شاء الله غادي تاخذيها فهمتيني؟ شوف الفيزا غيعطيوها لك حيت بزاف الناس انا في العام اللي كنت خديت فيه والعام اللي من بعدي والعام اللي قبل مني راه الناس كاين اللي تسنى كاين اللي ما عنده حتى شي مشكل ما عنده حتى شي حاجه كانوا غير نقص الفيزات ولا مثلا كانوا شي حاجه في البروسيس ديالهم اللي ما قدروش يقولوا يو ار ابروفد سو بغاو يشوفوا يعني بغاو يتاكدوا من بعد غيصونيو عليك يعني شهر ماكسيموم 3 شهور هكايا ما غاديش يفوتوها ولا قل. لا مشكلة ما بقناش في خبرك ما بقناش الوقت بقالنا 40 داكشي علاش نقول لك ما بقى يعني بقات 10 بقات 10 في الشهر ان شاء الله غادي يا انا تنقول لك يعني ان شاء الله ما بقالكش بزاف وراه غيغوتوك ان شاء الله وغيعطيك الفيزا ديالك غير هو حاولي ما امكن يعني مثلا صيفط لهم ايميل من هنا واحد ثلاثة سيمانات تعطلوا ولا جوج سيمانات صيفط لهم ايميل قول لهم يعني فين وصلوا في البروسيس ديال سميتو ديالي صيفط للقنصلية حيت القنصلية عندهم حتى هما ايميل صيفط للقنصلية ماشي لكنتاكي حيت كنتاكي سالات معاك صيفطات الوثائق المعلومات ديالك للقنصلية الوغ دابا بينك وبين القنصلية سو انا متاكد ان شاء الله غيعطيوك الفيزا هذي ما عندك حتى شي حاجة اللي غادي يرفضوا لك الفيزا انا شخصيا ما عنديش عائلة غير واحد السؤال اخر باش ما ننساش هذا اللي درتي العنوان ديالو شنو كيدير في امريكا؟ هو بارب كيدير الحلاقة الحلاقة وكتعرفيه مزيان؟ هو يلا ودو ماي سيستر اوف ماي سيستر برادر يلا. اوكي شوف انا العربية كنقولو اختي ولا مهات ولكن نقول كتشوف كاين واحد الحاجة هو مدين بزاف كيبقى يبارطاجي معايا الفيديوهات والصهاينة والتخربيق كنت بزاف يا خفت شكي تيكون هو. لا شوفي ما تخافي والو انا كيف قلت لك يعني ما بقاش بزاف من هنا واحد جوج سيمانات كاع ماكسيموم صيفطي شي ميساج هكايا للقنصليه وما راه غيجاوبوك وانا متاكد غير هو خليك ديما حدا التليفون ديالك وخليه ديما مشارجي راه غيصونيو عليك في اي لحظه وغيقولوا لك راه في الاراميكس ديالك وفي نفس الوقت تبعي الحاله ديالك مع اراميكس. نتمنى لك التوفيق اختي نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا امين اسي الله يوفقك. انا كيف قلت لك شوف راه غتشدي الفيزا ديالك راه بزاف اللي شدوا اجراء اداري في شهر 9 قربوا لشهر 10 ما قالوا والو غوتوا له من بعد جوج سيمانه ثلاثه قبل ما يتسالى قالوا له هاك الفيزا ديالك فما تخافش ان شاء الله غادي يكون خير. شكرا وتيفي ان شاء الله غادي تلقاو في امريكا ان شاء الله. مرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تجي لعندي ما تخافي والو ان شاء الله ما تخافي والو ان شاء الله دابا تجي لهنايا